اهلا هاربرز بازار اريبيا، انا متحمسه قوي علشان اوريكم ماي مورنينج سكين كير روتين بلس ماي ايفري داي ميك اب لوك، وهو هيكون نفس الميك اب اللي كنت بحطه في حرب اهليه، مسلسل حرب اهليه شخصيه نور، علشان ناس كتير قوي كان نفسهم يسالوا على الوان الروج والحاجات دي كلها. فالنهارده هوريكم كل التفاصيل وهقولكم كل التريكس كل حاجه. اول حاجه بحب ابعد شعري كده عن وشي كده. يلا بينا. انا بستخدم كلينزر من لاروش بوزي اسمه تولوران، ده for normal to combination skin. انا بحبه علشان هو مفهوش fragrance ولطيف على البشرة قوي. فكده احنا وشنا ردي علشان نحط له بقى السيرمز والمويسترايزرز والحاجات دي كلها. انا اول حاجة هتون وشي، هاخد كوتن باد وهاخد التونر بتاعي ماريو بيدسكيو، مش متأكدة ان هو بيتقال كده، الوفيرا تونر. دلوقتي هحط الفيتامين سي سيرم بتاعي، ده من فيتشي وانا بستخدمه بقالي شهرين بس، لانه حد قال لي انه بيبرايتن الوش وبيدي جلو وبيشيل علامات لو في علامات غامقه، فده تاني شهر ليا اجربه. يعني 5 دروبس كده او 6 دروبس بحطه على وشي بس. بعد ما حطيت الفيتامين سي سيرم هستخدم الاي كريم من لاروش بوزي للدارك سيركلز. ودلوقتي وقت المويسترايزر، انا بستخدم المويسترايزر ده اسمه الترا ريبير كريم من فيرست ايد بيوتي. وعمري ما بنسى رقبتي. ودلوقتي همويسترايز ماي ليبس، هستخدم الليب سليبنج ماسك من لينيج بالابل لايم، ريحته حلوه قوي. وفي ستيب كده زياده لما بيكون عندي وقت اني اعملها الصبح بعملها عشان هي بتبقى لذيذه قوي، بستخدم الرولر دي كده وبتبقى ساقعه وطبعا اهم حاجه ما بنزلش من البيت من غيرها هي السان سكرين، ده من لاروش بوزي انتي شاين. بحبه علشان فعلا مش بيسيب شاين ومش بيسيب وايت كاست، فبحب استخدمه قوي. بحط كميه كبيره قوي كده، ده كتير قوي انا عارفه، بس انا بجد بخاف من الشمس قوي لان انا كمان بشرتي حساسه. كده احنا خلصنا السكين كير وهندخل في الميك اب لوك. زي ما قلت لكم ده هو ماي ايفري داي ميك اب لوك، وانا مش على طول بحط ميك اب، مش كل يوم، بس ده لما بكون عايزه احط ميك اب. وكمان ده كان اللوك بتاع نور في حرب اهليه، مسلسل حرب اهليه، انا كنت بحط ميك اب لنفسي، فتعالوا اوريكم كنت بعمل ايه. اول حاجة بحط كونسيلر، مش بحط فاونديشن، وبستخدم نارز الكولر فانيلا وكولر كاسترد، بحطهم مع بعض. بعدين ببلند بالسبونج. بعدين باخد الكريم بلاش بتاعي، دي براند اسمها إيليا، اوكي بيكون لون كده. واخد براش دي براش من تشارلوت تيلبري، وبعمل كده. وبحب احط بلاش كتير شوية سبيشالي في التلفزيون علشان يبان. ودلوقتي وقت الباودر، الاول باخد السبونج وبتاكد انه مفيش اي كيكنس او اي حاجه حصلت كده. البرودكت اللي هستخدمه هو من تشارلوت تيلبري اير براش فلولس فينيش الشيد فير. اخد البراش بتاعتي. ودلوقتي هبرونز ماي فيس، هستخدم تشارلوت تيلبري اير براش برونزر شيد 2 ميديوم، بحب قوي البرونزر ده. الميرور بتاعته كبيره قوي.
وبنفس البرونزر هاخد بلندنج براش للعين وهحطها على عيني، وهاخد شوية وهبنش الفرشة كده وهحط تحت. دلوقتي هستخدم الباليت دي، هي اسمها تارتيست برو، جواها الوان كتير بني وغامقة وفاتحة، فحلوة قوي. هاي انا هو هاخد اللونين بولد وانسنت وحطهم مع بعض. دلوقتي هاخد لون كده هو اوف وايت كده اسمه كلاسيك، هاخده كده باصبعي واحطه على الايليد عشان تفتح الحته دي. دلوقتي هاخد انجلد براش كده وهستخدم الكولر ده ادجي، هو براون كده اهو، وهعمل اي شادو لاينر. الاي شادو لاينر بيبقى اسهل بكتير من الاي لاينر الطبيعي اللي هو الليكويد لاينر، ده بيكون اسهل وسهل قوي انه لو غلطتي او اي حاجه جاست فليكت كده. فهاخد الانجلد براش و يعني اخر عيني خالص هعمل لاين. دلوقتي النكست ستيب هتكون الماسكارا، دي اسمها بوكسم، انا بحبها علشان هي ناتشرال بس في نفس الوقت بتطول الرموش، فبس انا بميك شور اني اطلع كل البرودكت كده. وبجد الموضوع صعب قوي انه اعمله قدام الكاميرا، فانا تقريبا كده هفتح مراية. واتب كده لو عايزين اللي هو اللوك بتاع العين الطويلة دي الفوكسي ايز، جربوا تحطوا البرودكت اكتر حاجة في الاخر وما تحطوش قدام قوي. اهو بتفتح العين قوي. ممكن لو حاسين ان الرموش كلامبي شوية داخلين في بعض، خدوا سبولي فاضية وفرقوا الرموش عن بعض كده. لما بيكون عندي مشهد فيه عياط وحتى ماسكارا، بميك شور اني احط ووتر بروف ماسكارا علشان ما ينزلش بقى ويسيح، بس هو في الاخر برضو بينزل ويسيح. دلوقتي وقت البراوز، انا عادة ما بحطش اي برودكت في حواجبي، يعني ما بحطش كولر، بحط ده 24 hour brow setter من benefit، ده clear brow gel، دايما بحب اني استخدمه حتى لو مش هحط ميك اب خالص، بحطه لوحده علشان بيسرح حواجبي لفوق كده وبيبقى شكله بوشي وحلو. فانا هستخدم دلوقتي البراو setter ده واسرح حواجبي لفوق. كده دلوقتي هوريكم اكتر حاجه بحبها في الميك اب، هي حاجه صغيره قوي بس بتعمل فرق وبتحسني كده انه باخد براش كده صغيره، اوكي، ودي هايلايت باليت من اوفرا، اوكي، فيها الالوان دي، الوانها حلوه قوي. هاخد الجولد اللي هنا ده واحطه في الانر كورنرز في عينيا، انا بحس الحركه دي بت open up my eyes كده، وبحب قوي استخدمها في التصوير لما بكون حاطه ميك اب، وكنت بعملها النور كمان. حاسين بفرق؟ ودي ستيب انا مش بعملها في التصوير، بعملها وانا خارجه بس عشان بحب شكل الهايلايتر قوي، فباخد الباليت وباخد الفان براش بتاعتي وبحطه كده كل الالوان و بحطه هنا. طبعا كلكم عارفين دلوقتي وقت ايه، اللبس، فانا علشان اول حاجه اشيل الليب ماسك ده هعمل كده،
وانا اتسألت كتير قوي قوي على الليبستيك اللي كنت بحطه في مسلسل حرب اهلية، فانا هقول لكم هو مش واحد بس، هما كتير، يعني بعمل ميكستشر كده عشان يطلع في الاخر اللون البرفكت اللي انا بحبه. هما دول الاربع حاجات اللي انا بحطها مع بعض. بحط ليب لاينر من شارلوت تيلبري، الشيك بتاعته ميديوم، بعدين باخد الليبستيك ده من شارلوت تيلبري شيد ميديوم برضو، وبعدين باخد الليبستيك ده من ماك، لونه اسمه فيلفت تادي، واخر حاجة علشان اخلي فيه كده بينك شوية باخد الهدى بيوتي، الكولر بتاعه اسمه رانديفو. وهو ده اللون اللي كنتوا بتسألوا عليه. اخر ستيب هي الماك Prep and Prime، ده برشه في الاخر علشان يخلي كل حاجة كده تفضل مكانها، وبيعمل كده انتعاش. وممكن دلوقتي ازود ستيب، هي الليب جلوس من Fenty Beauty، لونه فاسي، كده نكون خلصنا الميك اب لوك. يا رب يكون عجبكم وتكونوا اتعلمتوا اي حاجه. مبسوطه قوي اني كنت معاكم النهارده، و thank you Harper's Bazaar Arabia. ما تنسوش ان انتوا تشتركوا في القناه بتاعه Harper's Bazaar Arabia وتعملوا لايك على الفيديو. شكرا.